قدونك ابن الرياش وسلامتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مضريال وحيله مهدسة إن ما أنت واحد مدد الإركاه الليني يا الدستور كي صوماليا دا الوطن طي يا خيانة دا عط إما حوينة الجمهورية مدد الفدرال الكووري إن هذا الوضع أركي وحن وان نظام قرشي سن مدد الإرنسو السعودي أفر سنو كان بين أيوم الحوينة فرباجو كجري وحن لو يجي من مقالة قروة إنه قدرنا برلمان كبدلان وطلو يرمي الحوينة كلن كان يقول الله شيء عدو الصومالية إلى يهين إثيوبيا إلى إمارات ولما الحوين يقول الله شيء إن إمارات اللي هو ريجان إيربورك بربراء كلا صدق يعني تانجيو لصوحة بين يا سومال لان دولا اللي هي بوتلان خاصة تنجرو وحن كل رمال حوينة لما يقول البرلمان كوحي أنسيحيين يسوى مركا كدولا يلا ديب والوانا العيرسان يا إمارات وحن كل نير مدح وينه لبدي قال البرلمان أقل كسر يا أقل كوسة وحي أنسيحيين سياق لي بله إن إمارات ذلك لا يسارة ميس كا يسارة انتهى ما حد ذلك هذا سار ويس مدح وينه نقول الجواب بنتي كل واحد مدح وينه إنه رادين عشان كنا عيدا وغيرا سدح كن ويحوق ذلك صوالي ذا مطغى يعني وكان لكنه بطلان النظر مركا أركينا عيدن كي صوماليات ولو أذيك سدي دانا قارة لغو ويراري قبل الدقل أو صوماليا لغو ويراري شعب كباية دابو إذا ما أجانب أو عن لبدا أقل صومر الأوتوبيانا ورلقهين بدي صوماليات أو لأريي شقاد اللقاء إريي لو يرد لك عدتك وهي ما تنولي إلا هدو سمع هوينو كهضل وحا صودا وحا كان بين إيمان توح مقدشة كصعودة وحا المرقاتو وحا المواطنين الصومالية دو جوانا إيه كارتين غقر أيها أجانب يوتوبيا اللو دي بيه دستور كان لغو تمان أيها وإنه مقدم مدادة غير وحا فينا يي وحرة إنا يأركار رير بطلان خاصة بارلمان كي وارنتا عواق حمالا قوانا على غصصارة دستور كقبية الصومالية هدي لغوه الشيء وهي أنا وحن قبا غير بدل وسومارين وايد تشرين قام مسيرة كصوب بحب حنو وجر أجندة إلا صهر مريو للسؤال هدي ولا تشن ويسي إلا كانت تشن ويا عصبة السؤال هي سؤال يوم بيقول حصة السؤال هو 4.4 وحي صاكر له وحلاق قيب سنة يا أولي هاي و 4.5 ويا إن مانتي ليستكورة oo aragtida mudanayaal lagu tokoro la yiraahdo waxa tiin dambeelayaal waxaan aqbali karnaa ma anuu marka gudoonahan waxaan qabaa in qodobba masiir iyo matqan arinta laga soo saaro aanu meel marino waxa maanta dalka ka jira waxa ila muuqataa in dalka dib loo celinayo hadii aan sidaan ugu dhaxmilanana waxaan qabaa hadda Soomaaliya shalaba halkaan uga duulayo Soomaalinimada aanu ka badbaadinayni in anagana nasameedno to anana aan burburi doono iyadoo aan ogahay muddo dheer in dhaqaalaha ku wada lagu burburinayo Puntland waa soo gabagabeynaya ay fur mikrofoonka mudan ku doobay mudanayaal waxaan hor yaal maanta waa masiir weey arinta masiiriga ah inaan u kala tegin maanta hawlka annagoo aanan meel saarin aad baad u salaamantahay.